النهارده الحقيقه مجلس اداره النادي الاهلي بالكامل المتواجد اعتقد ده رساله لحضراتكم قبل ما تكون رساله لاي حد تاني، ان احنا دايما في ظهركم ودايما واقفين معاكم. طبعا دي يعني دي يعني احنا لما بنشوف المنظر ده طبعا يعني بتحس ان انت في الملعب عايز تموت نفسك اكتر من ما انت اصلا يعني بتبذل مجهود بقى 200% اكتر من اللي انت بتبذله علشان خاطر بيفرق يعني معاكم يعني. طبعا الدعم والمسانده دي لما بنشوفها في المقصوره وبنشوف ان يعني مجلس الاداره كله، واحنا عارفين طبعا ان كان في ظروف مع الوزير العمري فاروق كان لسه جاي من الجزائر، هو جالنا حتى امبارح في الاوتيل في المعسكر هو كابتن خالد العوضي وجم قعدوا معانا قعده وشجعونا قبل الماتش، فطبعا كل الحاجات دي بتفرق معانا جدا يعني الناس بتيجي على نفسها وهم طبعا يعني هم جم في ظروف من الجزائر جم على طول وفي ضغط بطولات كتير في كل الالعاب كوره وفولي وباسكت وهاندبول وكل حاجه، فهم يعني ان هم يجوا طبعا ده يعني حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا وما نقدرش يعني نروحهم زعلانين ولا نقدر نخذلهم يعني.